أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: امرأة بها السرطان في ثديها وأمروها بقطعه فوافقت وهي تريد أن تركب الثدي الصناعي، ما هو الحكم في ذلك؟ هذا ذلك قرر الأطباء أن يقطع ثديها من أجل السرطان وإزالة الدور في قطعه، ولا بأس أن تجعل طرفا صناعيا في مكانه إذا كان يناسب لها هذا طبيا، لا مانع من ذلك. نعم، اليد أو الرجل أو الثدي أو الصناعي لا بأس به، حاجة إلى هذا. نعم، إذا كان يلائم ويطابق على المكان. نعم، كذلك الشعر إذا كان صنعاء، الشعر هذا غسل، هذا يعتبر من الغسل، لا يجوز لها أن تجعل شعر صناعي أو شعر غيرها، هذا يعتبر من الغسل. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوطنة بإمكانها أن تغطي رأسها بالخمار، لا يدرى عنها، تغطيه بالخمار تتنفع.